بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور إخوة وأخوات. السلام عليكم أيها الشعب الكريم. اعذروني شوي، أنا مو بصاحي وما بطول. طبعا مواقف الأستاذ أبو حسين، أول شيء سلامنا إليك يا أبو حسين، سلام من شعب البحرين، وما زال هو حتى بالسجن وكان يسلم على شعب البحرين. شعب الأستاذ أبو حسين معروف بمواقفه النبيلة، شخص همه الوحيد هذا الشعب الكريم في مواصلة النضال. وأنا أقول لك يا أبو حسين، ما زال شعب البحرين حاضر، ما زال شعب البحرين لن يفارق الساحات، وإن هذه السلطة الظالمة الغاشمة، إحنا نقول لكم شغلة واحدة، فليعلم النظام إن هذا الشعب الكريم لن يتراجع عن حقوقه، وسوف نمضي إلى المسير، وإن شاء الله النصر القريب. 2014 ستكون سنة المفاجآت، فليعلم شعب البحرين، فلتقر عينه. أنا أعطيكم مثل عن قريب، صدام ما كان يتوقع في يوم من الأيام أن يشنق. هذا اللي شفتونه هنتون، الطغاة دائما كذي يتغطرسون بس نهايتهم سوء. القذافي ما كان يتوقع نهايته كذي، والآن جاء دور آل سعود. دولة آل سعود منتهية، دولة آل سعود ما زالت تحارب المسلمين، لن تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، بل رصاصاتها وجميع على الشعوب العربية والإسلامية في أي مكان، والآن جاء دورهم، فليتوقعوا رحيلهم. وأيضا هؤلاء العائلة الغادرة التي غدرت بشعب البحرين، شعب البحرين لن يتراجع عنها. وأنا أقول لك يا أبو حسين، شعب البحرين يفديك يا أبو حسين، شعب البحرين ما زال حاضر. هؤلاء الشباب هم أملنا، هم عزنا، هم شرفنا، هم قيمنا. هؤلاء أبناؤك، أهلا وسهلا بك بيننا يا أبو حسين، وشكرا إليكم جميعا.